أنا فاطمة من الجزائر. مرحبا يا فاطمة، مرحبا أهل الجزائر، تفضل يا فاطمة. يا أخي إياد، أنا حلمت يوم ما كنت أنوي أن أرقي، ولكن حلمت بك أنت يا سيدي تأكلني العسل، وأنا أكاد ألفت أدور رأسي إلى الجهة الثانية ولا أريد أن أكل العسل، مع العلم أخي أني في عمري 42 سنة وغير متزوجة لحد الآن. طيب أختي الكريمة، العسل هو القرآن، أنت محافظة على قراءة القرآن؟ نعم طيب تابع البرنامج، ربما في خلال البرنامج النصائح اللي نقدمها من وقت أستاذ، لآخر. نعم أستاذ أنا كثير من الأحيان يأتي لي خطب، لكن لا أستطيع أن أقول نعم، دائما أريد أن أقول نعم لكن أقول لا في الأخير، ترى ما أدري لماذا. هذا هو التفسير يا أختي، احنا أنت في عندك نوع من أنواع السحر، وحسب الحلم ان من خلال البرنامج او من خلال كلامي راح تلاقي حلول، راح تلاقي حلول. فاتمنى تتابع البرنامج ان شاء الله، ان شاء الله سبحانه وتعالى، لان معنى تفسير الحلم انه انا اطعمك العسل، معناته انا اعطيك الحل، وانا كل حلولي من القران الكريم مش من بيتنا. ف تابع البرنامج، ربما سبحانه وتعالى تاتيك بنصيحه، ناتيك بكلمه، ناتيك بفكره، ناتي بضيف يكون عنده علم وخلفيه، سبحان الله تتبعين اجراءاتها وتعملين بما سمعتي فيه ويكون فيه شفاؤك من السحر. نعم انت والله اعلم مصابه، لان رفضك للقران دليل ان الشيطان قد تلبسك، والله اعلم، ولكن قد الشيطان يعني تحكم فيك او تمكن منك، وان شاء الله انك تشفين وتعودين لشرب العسل وتعود حياتك لطبيعتها يا أختي الكريمة فاطمة.